حذرت فصائل فلسطينية من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، قائلة أن القرار يشكل عقبة أمام جهود المصالحة وإنهاء الانقسام. وقالت حركة حماس في بيان لها إنها ترفض قرار المحكمة الدستورية نافية عنه أي قيمة دستورية أو قانونية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الليلة الماضية عن القرار قائلا إنه سيلتزم بتنفيذه فورا. عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا. لا دستوري ولا قانوني، هكذا عبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة من مقر المجلس بغزة بعد ساعات من قرار الرئيس الفلسطيني حل المجلس التشريعي وفقا لقرار المحكمة الدستورية. حل المجلس التشريعي خطوة خطيرة للنيل من الوحدة الوطنية وتعطيل المصالحة ومحاولة لعزل قطاع غزة من أجل إعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه في الضفة الغربية. يطمح عباس من خلال حل المجلس إلى تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية والذهاب إلى مفاوضات جديدة مع الاحتلال. كتلة حماس البرلمانية صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي قالت إن القرار يعزز دكتاتورية عباس ويمهد لمفاوضات جديدة مع المحتل وتمرير صفقة القرن. قرار حل التشريع قوبل برفض فصائل فلسطينية عديدة بما فيها فصائل تنضوي تحت إطار منظمة التحرير، ما يدخل الرئيس والفصائل في صدام بحسب مراقبين. يعني خطوة المحكمة الدستورية وحديث الرئيس يوم أمس حول حل المجلس التشريعي سيزيد النظام السياسي الفلسطيني تأزما، وهو أصلا متأزم، وبذلك سيأخذ مسار المصالحة إلى اتجاه مغلق، بمعنى أن المصالحة ابتعدت كثيرا بعد هذا القرار، لأنه بالتأكيد سيكون لحركة حماس خيارات. صراع الشرعيات إذن ينهيه بالنسبة لمكونات المجتمع الفلسطيني انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومحلية، نجاحها يعتمد على إرادة الأطراف بتوفير بيئة مناسبة لعقدها وتقبل نتائجها. الخشية بالنسبة للناس ليس من حل المجلس التشريعي المعطل أصلا منذ عام 2007، لكن التخوف بالنسبة لهم خلط السياسي بالقانوني في خضم المناكفات وتداعيات ذلك على تفاصيل حياتهم اليومية. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. وللمزيد ينضم إلينا من غزة مصطفى صواف الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من رام الله أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ عوض، ما حيثيات هذا القرار، قرار حل المجلس التشريعي، ولماذا يتم حله بهذه الطريقة وبهذا الشكل؟ يعني كما يتم التفكير هنا وكما يسوغ هذا القرار هنا في رام الله، فإن هذا القرار يستند إلى أنه هذا المجلس مشلول تماما ومختطف، وبالتالي ولا يمثل، وانتهت مفعولها وانتهى دوره باعتبار أنه أصبح الآن مضى عليه 12 سنة تقريبا، وهناك يعني كأنه عطل 3 دورات انتخابية، وبالتالي حرم المواطن من حقوقه يعني ننتخب ممثليه. بالإضافة أنه لأنه بيصدر قرارات تشريعية في غزة وفي رام الله قرارات رئاسية، وبالتالي هناك حتى يعني الجسم القضائي مش منسجم ولا متآلف، وبالتالي هذا القرار هو الخروج من الأزمة. نعم. الكلام هو يتم عن أنه انتخابات اللي يعني كما قيل هنا أيضا أنه هذا لمصلحة الوطن والمواطن والمصلحة الوطنية العليا، أنه يكون هناك انتخابات، أي الذهاب إلى انتخابات تشريعية لينتخب المواطن من يمثله، وبالتالي هذا خروج من الأزمة. قد يكون ذلك بهذه الطريقة، ولكن في نهاية الأمر لابد من أن يكون هناك طيب. أستاذ مصطفى صواف، خارج الصندوق كما يقال. هذه التبريرات لحل المجلس، هل برأيك هو هذا القرار خروج من الأزمة أو ربما بداية لأزمة أخرى؟ حماس رفضت الاعتراف بهذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين. أنا أعتقد أن هذا القرار هو يعمق الأزمة ولا يشكل حلا لها،
لأن حالة الانقسام الموجودة الآن في الشارع الفلسطيني والقرار المتخذ لو أسقطناه على القانون الفلسطيني يعتبر قرارا باطلا، لأن المحكمة الدستورية أصلا باطلة بتشكيلتها وبقراراتها. ثم أن المجلس التشريعي لا المحكمة الدستورية ولا حتى الرئيس عباس يحق له حل المجلس التشريعي. المجلس التشريعي سيد نفسه. المجلس التشريعي تنتهي ولايته عندما يقسم المجلس الجديد بعد الانتخابات دورته الجديدة. لذلك كل الإجراءات التي يتخذها محمود عباس لا علاقة لها بالقانون ولا علاقة لها بالقانون الفلسطيني، إنما هي محاولة للضغط على حماس أو إضعاف حماس أو ما شئتم سموه. ولكن أنا أعتقد أن هذا القرار كما أجمعت عليه كل القوى الفصائل الفلسطينية ولم يؤيده إلا الشق التابع لمحمود عباس من حركة فتح، وأنا أعتقد أن هذا فيه إجحاف كبير لحق الشعب الفلسطيني الذي اختار أعضاء مجلس التشريع. طيب أستاذ رفيق عوض، هل يعني كما قال ضيفنا من غزة هذا القرار هو محاولة للضغط على حماس؟ ما مصلحة الرئيس عباس من ذلك؟ تحية للأستاذ مصطفى طبعا، وهذا رأي حركة حماس، وطبعا لأنه يعني حركة حماس ما يبقيها فتحت في النظام الفلسطيني السياسي هو البقاء هذا المجلس. لكن أيضا مرة أخرى الكلام هنا يتم بالطريقة التالية، إنه هذا القرار يشكل مدخل إلى الدولة، الدولة تحت الاحتلال إذا بدك، باعتبار أنه هذا خروج من أوسلو، الحل التشريعي خروج من أوسلو. ولكن المجلس التشريعي تشكل خارج أطر أوسلو أستاذ عوض، لم يتشكل بموجب اتفاق أوسلو. التشريعي لا، التشريعي بموجب اتفاق أوسلو صديق العزيز، موجب اتفاق أوسلو. هذا كلام نهائي. على كل ما قال الأستاذ مصطفى شغلة مهمة جدا، حكى عن النصوص وعن القانونية. أيضا هنا يقال كلام هكذا، إنه الحركة الوطنية الفلسطينية ولا مرة كانت تحتكم إلى النصوص، كانت تحتكم إلى التوافق، إلى المحاصصة، الكوتا، التسوية خارج النصوص. الآن العودة للنصوص، يعني متى تستعمل النص، متى تستعمل التوافق، متى تستعمل التسوية. على كل الكلام هنا يدور على أنه لابد من وضع نهاية لهذا الأمر، التخلص من أوسلو إذا بدك، خروج آمن من أوسلو، الذهاب إلى الدولة باعتبار أن هناك في منظمة تعريف فلسطينية، والسلطة جزء صغير جدا منها أداة لخدمة المنظمة التعريف فلسطينية، وبالتالي نحن نعود إلى منظمة التعريف فلسطينية من خلال المجلس المركزي ومن خلال أيضا المجلس الوطني، وبالتالي نحن نتجه نحو الدولة. لكن السؤال هو الكبير، السؤال الكبير، لماذا هذا القرار الآن؟ شوف أنا برأيي المتواضع الآن، نحن في أزمة كبيرة، كبيرة جدا، أزمة تمس واقعنا ومستقبلنا. أنا برأيي أنه لتكون هناك إرادات، الرئيس محمود عباس، وتعال نأخذ الجانب الطيب من المسألة كلها، الرئيس محمود عباس يقول أنه بخلال 6 أشهر هناك انتخابات. هذه الانتخابات يعني العودة إلى صناديق الانتخابات، يعني المواطن يختار ممثليه. سنعود إلى هذه النقطة، نقطة الانتخابات في غضون 6 أشهر. دعني أعود إلى الأستاذ صواف، هل برأيك هذا القرار سيعمق ربما حالة الانقسام الفلسطيني؟ هذا القرار يأتي مع تصريحات لإسماعيل هنية قال فيه أن حماس ستذهب إلى أبعد مدى لتحقيق المصالحة. بكل تأكيد هذا القرار سيعمق حالة الانقسام. ليس هذا هو رأيي أو وجهة نظري أو حتى فقط هو رأي حماس، هذا رأي الجهاد، رأي الشعبية، رأي الديمقراطية، حتى رأي حزب الشعب. ولذلك هناك إجماع كبير من قبل قطاعات كبيرة في الشعب الفلسطيني تؤكد بأن هذا القرار يعمق الانقسام. لا، هذا القرار لا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل هذه الحالة، لأن الانتخابات تحتاج إلى توافق، تحتاج إلى حالة من الهدوء، تحتاج من يعني الأمور المتعلقة بترتيبات كبيرة. إن لم يكن هناك توافق وتوافق بين شقي الوطن الضفة وقطاع غزة، أنا لا أعتقد أن هناك انتخابات يمكن أن تسير وفق هذه الرؤية. إذن لابد من العودة مرة أخرى إلى ملف المصالحة، هذه مسألة مهمة وغاية في الأهمية. دعني أعود بإيجاز الأستاذ عوض، يعني في ظل ما تحدث وتكرر به ضيفنا من غزة، هل الظروف مواتية لإنجاز ولإتمام انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون
يقبضون 6 أشهر في ظل هذا الانقسام، في ظل هذه المشاكل الكثيرة؟ هل هذا ممكن؟ باختصار أقول نعم باختصار أقول في خلال 6 أشهر هناك الكثير من القضايا يمكن أن تتم. 6 أشهر زمن طويل في أرض ضيقة زي أرضنا، هذا أولا. ثانيا مسألة انتخابات ممكن أن تكون، يعني في أن تجارب عربية كانت الانتخابات الرئاسية تتم في أقل من ربع البلاد، كانت 3/4 البلاد مختطفة، ولكن حدثت هناك انتخابات رئاسية في أقل من ربع البلاد وثبتت. بالتالي ممكن يكون هناك انتخاب في الضفة الغربية فقط، الضفة الغربية. ولكن هل هذا شرعي؟ هل هذا يعكس رأي الشعب الفلسطيني برمته؟ نعم، هنا الأسئلة الكبيرة، وإنه إحنا هذا دليل أزمة، مش دليل خروج من أزمة على فكرة. وبالتالي نعم، هذا رأيي المتواضع، ومن حقي أن أقول ذلك، وهذا دوري. شكرا. أقول لتحسن النوايا، ليقترب كل واحد خطوة للأمام تحت مظلة الوطن. شكرا جزيلا لك من رام الله أحمد رفيق عوض، أستاذ الأعلام في جامعة القدس. كما أشكر أيضا من غزة مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي.